اهلا بحضراتكم من جديد. نورني وشرفني الناقد الرياضي الكبير وصديقي يعني الشخص الجميل المحترم استاذ شريف عبد القادر. نور الدنيا يا كابتن. اهلا بيك كابتن عبد الحميد واهلا بمشاهدي قناه النادي الاهلي. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله تمام الحمد لله. بس انا شفتك بالتيشيرت الابيض ما كنتش عارف انت جايب جاكيت يعني انت عارف. منور الدنيا. حاجات بسيطه كلها كابتن. عايز نبدا منين؟ انت بقى صاحب البيت يعني. لا لا ما يعني اللي انت عايزه. شفنا الحالات التحكيميه كان معايا كابتن سمير عاشور. شفتها طبعا. اه ايه رايك بصفه عامه بالشكل التحكيمي اللي بيحصل ازمات؟ بص طبعا يعني مش هقول ما فيش اخطاء، لا في اخطاء وفي اخطاء اثرت في نتائج بعض المباريات ولكن اقل من الاخطاء كانت الموسم الماضي. يعني حكايه الحكمين الاضافيين دول اللي هم بجوار المرمى دول يعني الى حد كبير حسمت بعض الامور وساهمت في ان التحكيم يظهر بصوره افضل قليلا عن الموسم الماضي. ولكن في اخطاء وفي اخطاء اثرت في نتائج بعض المباريات. مش عايز اقول المهمه او يعني حسمت حاجه لكن اثرت. يعني ماتش الاهلي والزمالك كان فيه بعض الاخطاء، ماتش الاهلي والاسيوطي كان فيه بعض الاخطاء اثرت في النتائج. يمكن ماتش الاهلي والزمالك لا اهميه لها، البطوله محسومه. بطوله خاصة يعني جماهيريه لكن ما اثرت يعني ما خرجتش فريق من البطوله. لكن في مباراه الاسيوطي لا، التحكيم كان ليه دور سلبي في النتيجه بتاعت مباراه في كاس مصر وساهم بشكل كبير جدا في النتيجه بدل ما تبقى مثلا فوز او تعادل حتى على الاقل للاهلي بقت خساره واقصاء من بطوله الاهلي هو حامل لقبها. فطبعا يعني بشكل عام لا التحكيم افضل من السنه اللي فاتت لكن بنتمنى ان المرحله اللي جايه دي الاخطاء تقل وان اللغط اللي حوالين بعض الحكام يقل. يعني سمعنا في الفتره الاخيره الازمه بتاعت نهائي كاس مصر والطاقم التحكيم طبعا ازمه بلا لازمه. لائحه معروفه، طرف عايز حكم اجنبي تجيب له حكم اجنبي. لا استنى بقى عشان كنت فاهم غلط. انا كابتن سمير عثمان قلت له يا كابتن سمير مش من حق النادي ان هو يطلب حكم اجنبي ويدفع نفقاته. قال لي من حقه بس لازم اتحاد الكره يوافق. قلت له ده منصوص عليه؟ قال لي منصوص عليه. طبعا امال ايه؟ مش عارف دي بقى. ايوه منصوص عليه. كنت اعرف لو من حق لو النادي عايز يطلب يطلب. ايوه بس تدفع فلوسهم. ايوه يوافق. ما هو يوافق. ما هو انا غرمان ايه انا كاتحاد كوره؟ ما انا كنادي طالب حكام اجانب وبقول لك ادي قيمه استخدام حكام الاجانب. ايه المشكله؟ هيرفض ليه اتحاد الكوره؟ بس هو كده يعني ايه اللي هيخليه يرفض؟ في اللوائح بتاعته كده يا كابتن شريف. ايوه ماشي. ايه اللي هيخليه يرفض؟ يعني ايه اوجه الرفض؟ الله اعلم. ماشي. وبعدين اللي رفض مش اتحاد الكوره للاسف. لان اتحاد الكوره كان موافق واستلم الشيك الخاص بيه ده حسب تصريحات فعلا فرج عامر رئيس النادي مهندس فرج عامر رئيس النادي سموحه استلم الشيك ووافقوا على واعلنوا ان هم وافقوا ان هم يجيبوا حكم اجنبي. وبعدين فجاه لا الاتحاد المصري اللي بيدعم حكام مصريين مش عارف ايه. مع احترامنا الشديد لكل الحكام ولا نشكك في احد ماشي، بس طالما النادي طلب وده نادي مثلا بيسعى لبطوله وعارفين ان برضه يعني الى حد كبير بيبقى في بعض المجاملات للانديه الجماهيريه. هو النادي مش جماهيري بس عنده طموح ودفع الفلوس دي وطموحه مشروع ودفع فلوس استخدام حاجة. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ لان دلوقتي المشكله عندي مش كده، المشكله عندي ان انا ما كنتش عارف اتحاد الكوره وافق اساسا واستلم شيك. لا وافق واستلم الشيك ده كلام المهندس فرج عامر قبل من حوالي 3 ايام قبل ما يحصل الازمه. انا ما بتكلمش على المهندس فرج تحديدا، انا بتكلم بشكل عام يعني. بشكل عام يعني طالما انا وافقت يبقى خلاص الموضوع. طالما الناديين موافقين، النادي موافق اللي هو متضرر او اللي هو مثلا عنده طموح بيقول لك انا لان انا اتظلمت في الماتش اللي فات رغم ان انا كسبت المباراه الا انني اتظلمت في الماتش اللي فات بتاع الاسيوطي وكان في اتنين لعيبه عايزين المفروض يطردوا وكان ليا ضربه جزاء ما اتحسبتش. كل الكلام دوت بيقول لك انا بحاول بقى بقدر الامكان ان انا يعني ادور على حكم محايد لا ليا دعوه بلون ولا جماهيريه ولا شعبيه. وكان المفروض اتحاد الكوره يوافق. انت قلت اتحاد الكوره وافق زي ما حضرتك بتقول. يوافق له بشكل نهائي بقى يعني ما يرجعش في كلامه. طب مش هو وافق؟ ما هو ورجع في كلامه. واستلم الشيك وكل حاجه مفيش مشكله. مش عارف انا مش عارف القصه دي بصراحه ايه. حاجه صعبه. هو يعني بص حضرتك طول انتوا كاعلاميين بص حضرتك كصحفيين
بتتناولوا المواضيع دي ازاي؟ بص يعني بص انا القصه دي انا اتكلمت فيها كتير جدا يعني. القصه دي من زمان؟ طبعا طول ما الهواه بيديروا عمل احتراف هتكون نتيجه كده. حضرتك انت بتقول لي انا متطوع، انا جاي هنا المكان دوت كعضو مجلس اداره ولا رئيس ولا شكل متطوع، هتحاسبني ازاي؟ انا حتى كاعلامي احاسبك ازاي؟ على اخطائك، ما انت ما بتقبضش، ما انت بتشتغل بشكل هاوي متطوع، انا باخد منك حاجه؟ ما انت هتيجي تسالني تقول لي انا باخد منك حاجه، ده انا بعملها لوجه الله. طبعا هم ليهم مصادر دخل اخرى عن طريق مناصبهم دي، حياه على طريق مناصبهم دي. لكن للاسف الشديد طول ما الهواه بيديروا عمل احتراف هيكون الموضوع كده، توازنات ولعب وانتخابات واصوات انتخابيه ومره تبقى الجمعيه العموميه 200 ومره تبقى 80 ومره تبقى 250، بص كله يعني ليسي ماشيه ليسي. انت فاهمني؟ يعني ماشيه زي ما هي ماشيه وخلاص، والامور ماشيه بلا يعني قوانين او لوائح او يعني حتى اعراف. يعني انت خلاص عارف ان القصه كده، وعارف ان النادي ده طالب بتاعه وبعت لك الشيء وانت وافقت وابديت ترحيب بالموضوع دوت، وقلت ان النادي اللي عايز لو النادي عايز يجيب حكام اجانب يدفع فلوسهم، والراجل دفع فلوسهم او بعت لك الشيك بالمعنى. ليه ترجع في كلامه الا لو في اغراض؟ هو وبعدين تصريحات بتخرج بقى غير مسؤوله. يعني تصريحات بتخرج من مسؤولين جوه اتحاد الكوره او مسؤولين عن الرياضه بشكل عام او عن اتحاد الكوره المصريه بشكل عام، غير مسؤوله. يقول لك فلان الفلاني ده مر بظروف صعبه جدا الفتره اللي فاتت ده ومحتاج بطوله. يعني مش فاهم يعني ايه بجد؟ والله يعني احنا كنادي اهلي صعبه، يعني حاجات صعبه كده. ده تصريحات مسجله، يعني فيديوهات مسجله، يعني مش حاجه يعني حاجه معلنه. يعني طالع في مداخله هاتفيه فبيساله، فقال له اصل فلان الفلاني ده محتاج بطوله، مر بظروف صعبه ومحتاج بطوله. ما اعرفش ايه علاقه ان هو ياخد بطوله بان انت حكام اجنبي من غير بدون ذكر اسماء، يعني لا داعي، يعني مش هيفرق كتير لان معروف الموضوع. ولكن ازمات بلا لازمه. هو احنا كنادي اهلي وكقناه نادي الاهلي للاسف يا جماعه بنبقى ملتزمين الحدود بتاعتنا، احنا مش طرف في القصه، لكن الموضوع لا طبعا الموضوع مطروح، طبعا مطروح بقوه كمان، يعني مطروح بقوه يعني، وناس كتير اتكلمت فيه يعني مدربين حتى. حضرتك قلت ازمه بلا لازمه. ازمه بلا لازمه طبعا. بلا لازمه ايه المشكله يعني يبقى طبعا حكام اجنبي؟ خلاص يعني انا من الاول لما المهندس فرج قال انا عايز حكام اجانب، لا خلاص احنا هنجيب حكام مصريين، بس هما اللي قالوا ماشي وافقوا الاول وبعت لنا الشيك وبعت لهم الشيك فبعد كده اترفض الكلام. شايف المشكله الازمه دي؟ طبعا لو اصر على موقفه يبقى الزمالك بطل الكسب. ايه موقفه بقى؟ ان هو منسحب. يعني لو مهندس فرج عام اصر على الانسحاب من البطوله او لعبها مثلا بالناشئين، يعني في كذا اطروحه موجوده في القصه دي. يعني هو قال انا منسحب، اعلن رسميا ان هو منسحب، بس طبعا ما قدمش خطاب رسمي ان هو منسحب يعني، لكن اعلن عن طريق موقع التواصل الاجتماعي على صفحته على الفيسبوك وتويتر ان هو نادي سموحه لمجلس اداره نادي سموحه اعلن انسحابه من نهائي الكاس. لو فضل منسحب هيبقى الزمالك بطل الكاس بانسحاب سموحه، وسموحه يوقع عليه غرامه ماليه اللي هي اللائحه يعني، وما يلعبش البطوله السنه الجايه بتاعت كاس مصر، ما يشاركش فيها. وخلص الموضوع على كده. ما يلعبش؟ ما هو ده اللائحه. لما تنسحب في الكاس عشان لائحه الكاس غير الدوري. لا الدوري بقى بتنزل بقى درجه الادنى وبتاع، قصه كده كبيره. طب ما الزمالك قبل كده انسحب من الدوري. والله بجد. هو انا قلت لك نكته؟ طيب يا جماعه نطلع فاصل نشوف. انسحب من ماتش بس، استنى بس، انسحب من ماتش مش من الدوري كله. انسحب من ماتش؟ من ماتش. ما دي بتفرق. انسحب من البطوله كلها غير ماتش كده يعني. انت فاهم؟ طب المفروض لو انسحبت من ماتش العقوبه ايه؟ في حاجات في يعني زي تجاره الجمله وتجاره التجزئه. طيب انت فاهمني؟ يعني تبقى مثلا راح بين السورين غير ما تروح مثلا ولد رجب. كده. طيب نطلع فاصل يا جماعه نشوف تقرير عن ماتش اعتزال الكابتن النجم الكبير حسام غالي، ونرجع لحضراتكم مع الاستاذ شريف عبد القادر. حسام غالي دوت من احسن الشخصيات اللي مرت على سور النادي الاهلي، ده راجل محترم جدا، واتمنى له ان شاء الله ان هو يبقى في الاداره بتاعت النادي الاهلي ويمسك اداره في النادي الاهلي، لانه وانا بتهيألي ان هو مش هينفع غير كده يعني، غير حسام غالي يعني.
وكلاعب طبعا ما حدش يتكلم عليه الكابتن بمعنى كلمه الكابتن يعني. طبعا نفتقده كتير طبعا واحنا يعني والله العظيم كل واحد بيتفرج امبارح على الماتش وهو متضايق قوي يعني ان هو اخر مره يشوفه في الملعب يعني. كابتانه 18 سنه مع الاهلي يعني تاريخ ومسيره وعطاء، طول عمره مكافح في الملعب وبره وقتالي وهي دي الروح اللي عايزينها من جميع لعيبه الاهلي يعني، عايزين كل لاعب في الاهلي يبقى حسام غالي. ربنا يوفقك في الفتره اللي جايه وتبقى اداري كويس جدا وممكن في يوم من الايام يمسك رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، يعني الشخصيه دي شخصيه مؤهله وشخصيه اداريه وشخصيه قياديه والناس اللي اتربت تحت ايد الناس المحترمه جدا في النادي الاهلي. هو شخصيه قياديه وشخصيه محترمه وعمل انجازات كتير وليه رحله احتراف كبيره قوي بره في اوروبا واحنا افتقدناه في الملاعب. طبعا لعيب كبير، مش انا بس اللي اقول كده، مصر كلها تقول كده مش انا اللي اقول كده عن تاريخ كابتن حسام غالي يعني. كابتن كبير يعني وكابتن منتخب مصر، كنت نفسي اشوف كاس العالم صراحه. قائد ويستحق كل خير ويستحق كل تشجيع مننا، ان ادى للاهلي كتير وده ابن من ابنائه الاصليين. هو بيتمتع بشعبيه لدى جماهير الكره المصريه كلها، تحس ان هو بيفكرك بالجيل القديم وفي روح الشباب الحديثه، فبيجمع ما بين اكتر من حاجه يعني. فاحنا بنشكرك جدا ونقول لك ربنا يوفقك في الحياه اللي جايه ان شاء الله. انا كنت نفسي يستمر سنه او اتنين كمان يعلم الاجيال اللي موجوده في النادي الاهلي حاليا الاخلاص، يعلمهم التفاني، يعلمهم ازاي يحبوا النادي بشكل يعني انا بحسده عليه. انا اقول له الف شكر، الف شكر، الف شكر على اللي اعطيته للنادي الاهلي، اعطيت المبادئ وعطيت القيم وعطيت الاخلاق وعطيت القائد فعلا الملاعب، وعلمت اجيال ثانيه وعلمت اجيال ثانيه وعلمت اجيال ثانيه. احنا افتقدناك بس عايزينك في مكان ثاني في اداره النادي الاهلي برضك ثاني، وهنشوف حسام غالي ثاني وان شاء الله ربنا يوفقه ويفتح عليه مجال ثاني اخر جميل. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه منورني مشرفني الناقد الرياضي الكبير الاستاذ شريف عبد القادر، اهلا وسهلا بك استاذ شريف مره ثانيه. يعني شفنا مهرجان اعتزال الكابتن حسام غالي امبارح، كان احسن واحد في الماتش. يعني النقاد قالوا احسن واحد في الماتش حسام غالي. اكيد طبعا. احنا قفلنا صفحه التحكيم خلاص ولا عايز تتكلم فيها؟ خلاص لا خلاص لا تمام. احنا برضه شفنا قبل تعيين حكام كان محمد عروف باين اتعين لحكم مباراه وبعد كده مش عارف حكم مين اتعين، فبرضه شايف يعني قبل ما نروح لحسام غالي ليه محمد فاروق يعني محمد معروف واستبنه وبتاعه كده، ما تفهمش يعني محمد كابتن محمد فاروق الاول، ولو حصلت ظروف طارئه من غيرت يوم الثلاث يعني معناه ما معناه يعني النادي رفض محمد فاروق يبقى موجود محمد معروف والاخر شفنا حد تاني ما اعرفش في ايه يعني. احنا كنا متوسمين السنه دي خيرا في التحكيم وقلنا الدنيا اتطورت والدنيا مشت بشكل كويس جدا، ما اعرفش يعني ليه في نهايه الموسم يحصل الازمات ديت ويحصل. بس انت قلت بالشكل العام او بصفه عامه التحكيم السنه دي احسن السنه. احسن كتير طبعا، احسن كتير طبعا. الاخطاء قلت الى حد كبير، ما اثرتش في بطولات يعني الا مثلا زي ما قلت ماتش الاهلي والاسيوط، يعني الدوري محسوم النتائج المباريات او الاخطاء اللي كانت في المباريات ما اثرتش بشكل يعني في اي حتى في صراع المراكز من الثاني للرابع مثلا. تمام نروح لحسام غالي. شفنا تقرير عن مباراه اعتزاله، شايف توقيته هو خلاص الموضوع خلص، بس برضه احب اسمع رساله طبعا. رساله طبعا قبل قائمه المنتخب مثلا، وهو يعني بيرفع الحرج حتى عن اي حد يعني، لان هو طبعا خساره كبيره جدا. وانا شايف ان حسام غالي كان دوره هيبقى مؤثر جدا 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 مع المنتخب في حاجات كتيره جدا. طب والاهلي؟ والاهلي طبعا. الاهلي اكيد طبعا. يعني في الحاله اللي احنا شفناها الفتره الاخيره دي كان اهم اللاعب يبقى موجود، وتحديدا في مباراه الزمالك كان حسام غالي اللي كان لازم يعني بعد النتيجه ما بقت 2-0 ده وجهه نظري يعني. كان اهم لاعب لازم ينزل الملعب كان حسام غالي. ولكن للاسف يعني بوجهه نظر الكابتن حسام بدري ونزل مباراه الاسيوطي، لكن نزل مباراه الاسيوطي هو باكا لو تتذكر. وكان يعني نزولهم اثر بشكل اجباري يعني ايجابي كبير جدا في شكل الاهلي حتى. طبعا لكن الظرف ما ساعدش والنتيجه
درجه 1-0 وكده. لكن في ماتش الزمالك كان دوره مهم جدا. يعني حسام غالي اللعيب الوحيد في مصر اعتقد اللي شايف يعني الملعبين كويس. الملعب بتاع فريقه والملعب الاخر. عنده رؤيه بعيده، عنده توجيه لعيبته جوه الملعب، مهاري، يعني هيدرز. لا يعني عنده مميزات، يعني لعيب متكامل. طول بسم الله ما شاء الله، المهارات الفرديه. يعني شفنا كل الكباري اللي في تاريخه من ساعه ما لعب في الاهلي وهو ناشئ حتى، وتصعد للفريق الاول ايام تسوبل. لا حسام غالي قامه كرويه كبيره جدا، وهيبقى قامه قياديه كبيره جدا. يعني كنا نسمع قبل حسام غالي ما يبطل اللعيبه متضايقه من حسام غالي، اللعيبه مش عارف حسام غالي بيعمل فينا ايه. امبارح لقينا كل اللعيبه كاتبه على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف اشكالها وانواعها. بص ده مش هقول لك لا ما كانش بيحصل، يعني لا كان بيحصل ان مثلا الكابتن حسام غالي بصفته كابتن فريق حرصا على مصلحه الفريق وحرصا على مصلحه اللعيبه كمان ووجودهم بشكل كبير، وحرصا على بطولات النادي وقيمه النادي وتاريخ النادي ومبادئ النادي، فكان مثلا بيعنف حد زميل ليه ده طبيعي، سواء مثلا من جيله او جيل اللي بعديه او لاخره، فبيحصل كلاشات وحصل وعرفنا ويعني وكتب عنها، ولكن بتنتهي. لان بتنتهي ليه سريعا؟ لان بيبقى هو او حتى المختلف معاه بيبقى في نقطه واحده وهي النادي الاهلي. يعني هم كلهم عايزين يلتقوا في نقطه خدمه النادي الاهلي. فبتحصل يعني حصل قبل كده خلافات واو الاخر، لكن في يوم اعتزاله لازم كل الناس طبعا تبقى اولا. يعني انا شفت الناس كلها جايه تكرم او تشارك في مهرجان، ولكنها مش موافقه على الاعتزال. يعني كل ما تسال حد امبارح كل اللقاءات اللي اتعملت احنا جايين نشارك في مهرجان اعتزال، بس احنا مش موافقين على الاعتزال. وكلام ما ملوش علاقه بالعواطف. يعني كلام معظمه فني، ان فني وقيادي وكده، ان الناس محتاجه حسام غالي يبقى موجود سواء في الاهلي او في المنتخب. ولكن طبعا بالنسبه للاهلي ده قراره، بالنسبه للمنتخب وجهه نظر الجهاز الفني للمنتخب. قد اراها ظالمه بالنسبه لحسام غالي. كنت اعتقد ان ويمكن حتى المدربين الموجودين في الجهاز في داخل الجهاز الفني للمنتخب كان عندهم امل ازمه تحل. مدربين زي مين؟ يعني بدون ذكر اسماء، يعني في ناس مدربين موجودين في الجهاز، يعني تمام ماشي بدون ذكر اسماء، مرتبطين بحسام غالي ومنذ من كان ناشئ في النادي الاهلي، وكان يهمهم ان حسام يبقى موجود. وانا استاذ شريف انا مالي ومال يعني طبعا كلامك محترم جدا وموافق عليه، بس انا المصلحه العامه فين؟ المصلحه العامه بتقتضي ايه؟ وجود حسام غالي ولا عدم وجوده؟ لا المصلحة كانت تقتضي وجوده طبعا، بدليل كل الكلام. يعني انت تابعت امبارح وده كلام ما كانش على قناه الاهلي ولا حاجه، يعني مش مجامله، يعني ما كانش مجامله لحسام، ده كلام كان على قناه صدى البلد وعلى قناه ابو ظبي. كل الضيوف اللي بيكلموا ان هو كان وجوده مهم مع المنتخب. مش حكايه ملعب، انا خايف مش كوره بس، يعني خايف نقول مش كوره بس يعني اللي جرى مكان، يعني خايف بعد لا مش يعني ما نتمناش ده يحصل، وان شاء الله المنتخب ربنا يوفقه والجهاز الفني واللعيبه اللي مختاره ربنا يوفقهم، لان ده في الاخر سمعه مصر وسمعه الكره المصريه، واحنا حابين دوت ان منتخبنا يكون يشرف الكره المصريه بعد غياب 28 عام عن المحفل العالمي. طبعا الجهاز الفني المنتخب له كل التقدير والاحترام، ده قراره، علينا نتحمل نتيجه قراره ومسؤولياته يعني، لكن احنا بنحترم قرارهم. من وجهه نظرنا شايفين ان حسام غالي او لاعب بحجم وقيمه حسام غالي كقائد للمنتخب او ككابتن تاني للمنتخب بعد عصام الحضري كان لازم يبقى موجود في كاس العالم. تمام. شفت الاهلي الفتره اللي فاتت بعد مباراه الزمالك وبعد مباراه الاسيوطي ابرز ما كتب او ابرز ما كتبته او ابرز ما قلته؟ لا حاجات كتيره جدا اتكتبت يعني، ويمكن زعلت مننا ناس، لكن انا وجهه نظري لا، الاهلي الدروب اللي حصل له لاخطاء بعيده عن الملعب.
مش يعني مش اخطاء فنيه بس، لا اخطاء اداريه كمان. في بعض الامور اللي هي طرحت على الساحه الاعلاميه، وده حاجه ما كناش متعودين عليها. طول عمر الفريق ما يعني طول عمر الفريق بعيد. ايوه ما انا بقول لك، بس يعني مثلا تعاقدات فشل يعني مش حاجات زي كده، الحاجات دي اثرت بشكل كبير جدا على الفريق، زائد كم الاصابات. يعني كم الاصابات اللي تعرض ليها نجوم الفريق او العناصر الاساسيه للفريق من ضغط المباريات، رغم ان الاهلي حسم البطوله لكن كان بيشاركوا، وده اثر بشكل كبير جدا، ده اثر على شكل الاهلي فنيا. تمام. النتائج ما كانتش على المستوى معلول وعزار طبعا. يعني لعيبه مؤثره جدا غابت، وغابت في توقيت صعب، وفي مباريات حسمت او كانت حاسمه، يعني سواء سيبك من يعني سيبك من البطوله الخاصه بتاعت الزمالك، لكن في الاسيوطي الغيابات اثرت، في ماتش الترجي الغيابات اثرت، اضطريت تستعين بلعيبه برضو رجليهم ما كانتش في الملعب بشكل قوي جدا، اضطريت ايد باقه افريقيا لان انت عندك ثلاث غيابات، اللعيبه الاجانب الثلاثه مصابين، ازار ومعلول واجايه، فاضطريت رغم ان انت كنت بتفكر ان انت تدخله في صفقه تبادليه او تعيره، لكن انا شايف اولا ان هو لاعب مميز جدا جدا، وهيكون مفيد جدا للاهلي لو خد بشكل مستمر، يعني زي ما اتعمل مع ازارو. طبعا هي مشكلته ان هو اللعيب الرابع والقايه اللائحه ولا لازم ثلاثه بس اللي يشاركوا، ما اعرفش ليه يعني برضو ما اعرفش ليه، يعني انا شاريه عشان اقعده جنبي مش عارف ليه، يعني ما اعرفش ليه الانديه كمان وافقت على حاجه زي دي. أنا ان انا يعني انا كنادي انا شاري فلان فلان ده ودافع فيه دولارات والدولار بكذا دلوقتي بالظبط، وبديله مرتب بكذا عشان احطه في المدرجات، ما ينفعش يقعد كمان بره دلوقتي بالزبط. الا لما عملوا التعديل الاخير ان انت ممكن تنزله مكان واحد افريقي يعني واحد ابيض مكان واحد ابيض، ما تفهمش ليه يعني ماشي. فمش عارف الناس الانديه وافقت ليه على الموضوع ان انا اجيب اشتري اربع افارقه والعب منهم ثلاثه. فكان الانديه يعني وافقت، اقول لك ليه مع انه مش محور حديثنا، بس اقول لك ليه الانديه وافقت، لانه قال لك مين اللي هيشتري اربع افارقه؟ ما فيش غير الاهلي والزمالك هيضروا. لا بس في انديه عندهم، في انديه عندهم اربع افارقه يعني، كان معظم الانديه وافقت عشان كده. وبعدين ويقول لك السوريين معاملوا معامله المصريين، وبعدين لما فشلت التجربه قال لك لا يعاملوا اجانب، انت فاهمني حضرتك؟ بص بالهوا بالهوا قاعدين على القهوه والكرات بتطلع من القهوه، الناس قاعده بتشيش على القهوه والكرات بتطلع زي على الهوا، ده فلان عايز كذا طب نعمل له قرار نوفق له قرار، طب ليه يعني؟ يعني ايه ايه الهدف؟ معلش انا اسف، الانديه اللي سمحت بده يعني هي اللي تستحق. يعني الانديه طالما سمحت بده بان قرار زي ده ان انا اشتري لعيب وما يقيدوش او ما يلعبش، يعني ما باقه ده محروم من اللعب طول السنه، طول ما اجايه وازار ومعلول بيلعبوا. انت فاهمني؟ قاعد يحقد عليهم طول السنه ماشي، وينبر عليهم لغايه ما تعوروا عشان يلعب. طب ليه يعني الكلام ده؟ انا اجيب لعيب يا ما اجيبش بقى خلاص، يبقى واضحين يعني. فلا كله بالهوا ليسي، يعني مين اللي عايز ايه النهارده؟ هنخدم مين؟ نصحى الصبح هنقدم خدماتنا لمين؟ ونوفق قراراتنا على لمين؟ شايف مباراه الاهلي وكامبارس سيتي اللي جاي ازاي؟ نقطه فاصله او مباراه فاصله هتحط عليها حاجات كثيره جدا كتيرة جدا، شكل المجموعة، منافسة، مش عايز اقول انها هتتحسم، ولكن هيترتب عليها حاجات، قرارات كمان ادارية كتيرة جدا وصفقات والى اخره، وقرارات فنية كتيرة جدا جوه النادي الاهلي. مش هتحسم طبعا، يعني هي النتيجة مش هتحسم، لسه في اربع مباريات منهم مباراتين في الاهلي هيلعبهم هنا في مصر يعني. لا فمش هتحسم، وحتى مباراة الترجي بره مضمونة للأهلي. يعني ما يعني ما عادش حاجة اسمها بره، ما فيش حاجة اسمها بره وجوه بالنسبة للأهلي، مضمونة والله دلوقتي. بس لا يعني لا على يعني على بالذاكرة يعني أنا بعمل إسقاط على اللي بيحصل بقالنا كذا سنة، بيروحوا يعني بيجي يتعادلوا هنا الترجي والأهلي يروح يكسب هناك يعني. فعايز أقول لك لا، المباراة دي هتبقى مباراة فاصلة هيترتب عليها مجموعة من القرارات الفنية والإدارية داخل النادي الأهلي نتيجتها. الجماهير يا أستاذ الشريف قبل كده مستر مانويل جوزيه كان بيعمل نتائج وكان بيعمل حاجات، يعني مره سافر وساب الاهلي والزمالك يلعبوا من جماهير كان عادي. ليه الجماهير دايما بتنتقد الكابتن حسام بدري مع ان الكابتن حسام بدري عامل انجازات كبيره جدا؟
مش هقول الجماهير، خلينا نقول الحاله العامه، يعني في متصيدين للكابتن حسام البدري، خلينا نقول كده. هو بص يعني الكابتن حسام البدري يعني مدربين محترمين جدا، مدربين مميزين جدا، واحسن مدرب هذا الموسم بارقامه وبنتائجه، رغم حتى الخروج في منطقه في النصف الاولاني الموسم من البطوله، او يعني عدم الفوز ببطوله افريقيا، لانه تعرض لظلم تحكيمي ذهابا وايابا. دي حقيقه مباراه الوداد كان فيها ظلم تحكيمي هنا وهنا ذهابا وايابا يعني، وانا ساعتها قلت الاهلي خسر البطوله بفارق يعني. لكن طبعا في بعض الملحوظات، والجمهور برضو يعني في جمهور الاهلي تحديدا متعود على حاجه واحده بس، يعني جمهور الاهلي متعود على حاجه واحده بس، هي الفوز. فاي حاجه بتحصل او اي دروب بيحصل بيتعرض ليه النادي الاهلي، بيبقى رد الفعل سلبي تجاه الجهاز الفني، تجاه حتى اللعيبه او بعض اللعيبه. بنشوف طبعا على مواقع التواصل، بعدين دلوقتي بقت كل حاجه واضحه، يعني اي وجهه نظر او راي بتعمل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس تويتر، الكلام ده بقى بشكل راي عام، يعني الناس كلها بتروح وراه، خاصه اما بيبقى الناس حاسه ان ده بيعبر عن وجهه نظره، يعني بيبقى التوجه ده معبر عن. فطبعا هو الكابتن حسام الفتره الاخيره دي الناس ما برضو ما راعتش حكايه الاصابات اللي اتعرض ليها، وان كنت انا بلوم عليه، يعني لما يبقى يغيب لعيب مثلا فيقول لك اصل اللعيب ده، او يتقال حد من الجهاز الفني يقول لك اللعيب ده لا بديل ليه وبتاع والكلام ده، لا بديل ليه ممكن اتاثر، بس اتاثر لبعض الوقت مش لكل الوقت اكيد، لان هنا بقى بيخش دوري، معلش مع احترامي لكل اي مدير فني في مصر، يعني دوري انا بقى كمدرب، ان انا عارف ان انا ممكن عبد الحميد حسن ده يتصاب مني النهارده، يبقى لازم عندي بديل، مش حكايه يمشي او يحصل ازمه بتاعت عبد الله السعيد، انت فاهمني؟ فانا محضر بديل ماشي. وهقول لك على يعني نموذج كلوب مشي منه كوتينيو، كان بيلعب 4-2-3-1 مثلا، خلاص غير طريقه اللعب 4-3-3، ما جابش حد، ما فيش اضافات، لكن هو غير طريقه اللعب لانه ما عندوش بديل كوتينيو، ما عندوش بديل كوتينيو، ما عندوش لعيب اللي هو بيعمل الحكايه دي 9.5 ده اللي بيعمل الحكايه دي. حسام يغير طريقه اللعب، يغير طريقه اللعب، يطلع بديل، يعني كان المفروض ده يحصل، وكنت شايف ان حسام غالي كان افضل حد يعمل الحكايه دي. ناس كتير في الحته دي يمكن كان لعبها امبارح، يمكن لعبها امبارح في ماتش اياكس امبارح اللي هي تحت. انا قلت يمكن الكابتن حسام بيجربه ويقول له اقعد بقى احسن معانا يا شيخ. ف يعني كان المفروض يعني يحصل ده، وما كانش المفروض ان يتقال ان الاهلي او النادي الاهلي تاثر برحيل لاعب او باصابه لاعب. ماشي، لان يعني المفروض انت عندك قائمه 30 ماشي. طيب ليه الناس اتكلمت ماتش الزمالك على عبد الله السعيد؟ بص هقول لك، بعد ما الاهلي كان كسبان وماشي كويس قوي، يعني الاهلي كان كسبان وماشي كويس قوي فتره طويله، ماتش الخساره امام دمام الزمالك تبعها، الخساره امام الاسيوطي وخروج من كاس مصر في المقابل المنافس التقليدي ليك بيعلى، يعني في المنافس التقليدي ليك بيعلى، بيكسب الاسماعيلي وقبليه الانتاج فماشي بالظبط، وانت حصل لك دروب وجيت ماتش الترجي برضو التعادل نتيجه مش مخيبه، استكمال النتائج سلبيه حققت، فانت الناس رابطه بين ان انت بتنزل والمنافس بيعلى عليك، فدي عامله رد فعل سلبي او رد فعل سلبي تجاه الجهاز الفني ومجموعه اللعيبه اللي موجوده، او عدد من اللعيبه مثلا، الجماهير او بعض الاعلام شايف ان هم وجودهم في الاهلي مش مفيد لا ليهم ولا للاهلي، وكان المفروض ان هم يبقوا مثلا على الاعاره او البيع او الاخر. احنا اتكلمنا عن ماتش الكمبالا، وانت قلت ان في لا فاصل، ماتش فاصل طبعا، اهميه كبيره جدا وفي نقاط كثيره جدا، مش حكايه ان الاهلي يبقى متصدر المجموعه او مش هيحدد شكل المجموعه، لسه بدري لسه بدري كتير جدا، مكسب معنوي كبير جدا، لكن هو هيحدد مجموعه من القرارات الفنيه والاداريه متعلقه بملف الفريق الاول لكره القدم، هتبقى مهمه جدا فاصله يعني، وده كان واضح يعني خلال الفتره الاخيره يعني. يعني تفتكر ان القرار هيقف على ماتش؟ لا مش على ماتش، لا ده يعني ده الفرصه، يعني هو بيقول لك ايه بقى، الفرصه الاخيره ماشي، ان الفرقه ترجع. انتوا صحفيين عارفين اكتر مني انا دايما بقول الصحفيين ليهم مصادر وليهم حاجات يعني عارفين اكتر مني، مع ان يعني صعب قوي ان حد يدخل دلوقتي يعرف دماغ جوه النادي الاهلي.
لا مش صعب قوي يعني. لا صعب قوي مش قوي يعني مش قوي يعني. بتحاول انت ليك مصادر؟ لا مش حكايه ليه مصادر بتبقى واضحه يعني التوجهات يعني تبقى واضحه يعني رايحه فين. طبعا ده لا يقلل من شان حد ولا يزيد من شان حد يعني. حلول الكابتن حسام البدري في المباراه دي ايه؟ لا حلول كتيره طبعا. قول لي. حلول كتيره بس استخدامها وتوقيت استخدامها. هيفكر في كلامك ده ولا هيفكر ان هو يكسب بس؟ هو طبعا ما اعرفش هو شايفنا دلوقتي ولا لا هو أكيد في الطياره لاوغندا دلوقتي كلام ممكن علاء عزت يقول له. علاء عزت عارف علاء عزت علاء عزت سمعنا علاء عزت بيراقبك اصلا وبيراقبني تدخل كده تلاقيه بص عينين. لا هو طبعا مش كلام بيستخبى. لا طبعا عنده حلول كتيره جدا يعني طبعا فارق خبرات والامكانات وكل ده لصالح النادي الاهلي عارف يعني. ان الموضوع بالنسبه له انت فاهم عنده ده يبقى بس توفيق واختيار الصح وتوقيت الاختيار يعني الاختيارات تبقى صح يعني في المباراه وتوقيت ممكن يغير طريقه اللعب. ما اعتقدش في الوقت الضيق ده يعني كان ممكن في المباريات الدوري اللي هي لما حسم البطوله كان ممكن يغير طريقه اللعب ويطرح اكتر من بديل كويس وبتاع وكده حصل بعض كده ولكن ما كانوش على نفس المستوى. لكن في الفتره الضيقه دي صعب شويه الفتره الضيقه نغير طريقه اللعب لكن ممكن يغير في تكتيك شويه والاعتمادات وبتاع وكده اعتماد على اللعيبه يعمل يعني تغييرات في بعض المراكز ماشي يبتدي بمروان مثلا وصلاح مع بعض يغير 4 4 2 مثلا مثلا او 4 او 4 مثلا يعني يغير يعني الى حد ما بس ما يغيرش في الهيكل الاساسي يعني او العمود الفقري بتاع الفريق. طب ما سمعناش ليه نغير شكل الفريق او نغير الخطه اللي بيلعب بيها كابتن حسام بدري برضو بعد ما عبد الله السعيد. عبد الله السعيد قعد فتره كبيره مصاب. ايوه قعد حوالي 9 ماتشات مصاب. لا وليه هو مش قعد فتره طويله جدا مجهد وتعبان أيوة. بعد ما رجع من كاس الامم ما كانش ليه حد المنتخب رجع من كاس الامم يعني بص حكايه انا يعني اصل برضو حكايه ان انا ايه الاهلي لا يتاثر بغياب لاعب دي انا مش انا ضدها طالما اللاعب ده كان مفيد وموجود ماشي امتى بقى لما ما وجدش البديل فالاهلي يتاثر فلازم يبقى في بديل لكن انت لم يكن هناك بديلا. لا ده ايه ده على عزة لا دي مش اوغندا دي مش دي اوغندا اوغندا اه طيب ماشي ما هو على عزة تركب موتوسيكل انت فعايز اقول لك لا الاهلي تاثر بس كان المفروض الجهاز الفني يبقى مجهز البديل تحسبا سيبك بقى من الازمه اللي حصلت واتخذ فيها قرار ليه ما اتكلمناش كده لما كان الاهلي بيكسب وماشي ما خلاص الاهلي بيكسب ده اللي مجنني كان الاهلي بيكسب ايوه كان بيكسب ما كانش فيها ما فيش مشاكل حاجه هو ايه الازمات بتتفجر امتى عند الخسائر يعني لما يبقى في مواقف صعبه او خسائر متتاليه او بقى ليه ومش ليه والمفروض ومش المفروض طبعا فانت ماشي خلاص ماشي الدنيا حتى لو غاب عبد الله السعيد غاب اي عنصر مؤثر ما هو ماتشين مثلا الترجي والنجم الساحلي في بطوله افريقيا السنه اللي فاتت ما كان غايب عنهم عبد الله السعيد كان مصاب وكسبنا الماتشين وصعدنا للنهائي قبل الوداد ممكن تقول شعار الكابتن حسام بدري في المباراه دي حياه او موت مثلا؟ لا انا ما بحبش انا الكلمه دي خالص في الكوره. طب الكوره إيه؟ مكسب وخساره ممكن تعنونها ايه؟ الفرصه الاخيره الفرصه الاخيره دي حياه او موت؟ لا مش قوي كده يعني انت بتجيبها مش اشترك على عزت اهو انت بتجيبها لي لابس شتوي والدنيا حر لابس بروفر اهو انت بتجيبها لي من ناحيه ثانيه انا عايز اقول لك لا يعني بص مش يعني بلاش حكايه الحياه وموت دي ما بحبهاش في الرياضه دي حياه وموت في الرياضه لا فرصه الاخيره لحاجات كتيره مش حياه وموت لا الناس هتحيا برضو الناس لا كسبوا وخسروا لا في فرصه ثانيه. طب انت شايف كامبالا سيتي نفسها في الفرقه دي شايفها فريق الاهلي خاف منه؟ خلي بالك الكره الاوغنديه مش وحشه لا مش وحشه يعني صف يعني تصنيف ثالث مثلا او ثاني في افريقيا يعني من المنتخبات والانديه وكامبالا سيتي ده فريق عريق يعني فريق قديم بالزبط. بس مقارنه بالاهلي لا فرق كبير جدا طبعا يعني انت المفروض بالتاريخ والحوافز والاخره كله يصب في مصلحه النادي الاهلي فلكن طبعا الكرة ما تعرفش مستحيل يعني شفنا النتائج بعض المباريات حتى في بطولات الدوري وكاس مصر لا ان الكرة لا تعترف الا بالمستطيل الاخضر وال90 دقيقة هتقدم ايه خلال 90 دقيقة يعني انت
بتتكلم من الكابتن حسام بدري ممكن يكون عنده حلول ان هو ممكن يلعب بفرودين ممكن يلعب يغير يعني يغير يعمل يعني في نوع من مش المجازفه تركه اللي هي بتسموها بمنطقه انتوا بتاعكم يعمل تركه في الملعب يغير ماشي الحين يعني ما يرجع المصابين اللي هم غيابهم مؤثر بشكل كبير انا شايف ان سعد سمير اهم يعني طبعا مطلوب طبعا اللعيبه طبعا بالتاكيد يعني لان طبعا محمد نجيب و ايمن اشرف يعني ايمن اشرف خلاص بره الموضوع خالص ايمن اشرف عنده امتحانات هنا عشان كده هو بره القائمه كان بيلعب الماتش امبارح ايه كان بيلعب ماتش امبارح حسام غالي ورجع عنده امتحانات للاسف فلا هو الماتش هيبقى مهم جدا 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 يعني في مشوار الاهلي في البطوله ممكن النتيجه بتاعته ما تكونش مؤثره في الوصول ولكن في مثلا يعني المراكز الاول والثاني ما بين الاهلي والترجي انت فاهمني حضرتك لكن بالتاكيد نتيجته هيكون ليها حد فاصل اداريا وفنيا بالنسبه لفريق النادي الاهلي يعني هقول لك علي لطفي هشام محمد عندهم امتحانات محمد شريف والجزار واكرم توفيق وعمرو السعداوي عدم القيد افريقيا وعمرو اشرف الايقاف لكن راجع لك سعد سمير ونجيب هيلعبوا الماتش سعد سمير كمان عارف في عنصر السرعه اللي بفقدها نوعا ما نجيب وايمن اشرف برضو انا مش يعني مش عايز احمل الدفاع اصل الدفاع ده مش لا لا الدفاع ده بيبتدي من عند راس الحربه بالظبط يعني بالزبط. من عند المهاجم لا انا بقول لك انت رجع لك عنصر قوي بالتاكيد طبعا هيعوض غياب ايمن اشرف يعني للايقاف هيعوضه كمان مع السرعه عندك غياب علي معلول ما اثر في فريق علي معلول طبعا بالتاكيد خاصه برضو انت اللي بقالك دلوقتي شهر ونص المباريات متلاحقه جدا بتعتمد على صبر رحيل لوحده بالتاكيد اجهد زائد كم اللوم والنقد اللي بيوجه له بالتاكيد تاثر اعلاميا وفيسبوكيا والحاجات دي كلها لا يعني بتاثر طبعا فهو اجهد وانت البديل الثالث كان معار حسين السيد وما طلعتش حد من تحت من القطاع طب في حاله غياب عمرو السوليه لسه في نسب رجوع مش رجوع الدكتور لسه النهارده بيصرح ان بيقول عمرو السوليه احتمال يبقى موجود ولسه ما اكدش في حاله غيابه الكابتن حسام بدري ممكن او اكيد هيلعب باحمد فتحي مع حسام عاشور ممكن ممكن يعني مش هيجازف هشام محمد هشام محمد برضو احنا قلنا مش في يعني مش هيجازف في المركز ده بالذات مش هيجازف في الماتش ده بالذات خاصه ان هو محتاج برضو يامن وسط ملعبه ودفاعه فهيلعب محمد هاني احمد فتحي واحمد فتحي فوق قلب الملعب واحمد هاني وسام عاشور وهاني ناحيه هاني باك يمين فهو مش هيجازف يعني مباراه لا تقبل القسم على الاثنين ايوه ولا تقبل القسم على الاثنين الاهلي محتاج يفوز فعلا محتاج يفوز فعلا اولا لعده اسباب اولا العوده لضمان المنافسه على المركز الاول في المجموعه لان ده بيديك برضو ديبوزيت في الادوار اللي بعد كده تصنيف واول اخره تلعب المباراه النهائيه فين لما توصل النهائي بتعود بشكل قوي جدا يمكن امبارح حتى ظهرت بعض الملامح دوت شكل الفريق كان كويس رغم التغييرات الكتيره لكن شكل الاهلي كان كويس في الماتش خاصه المنافس كمان كان بيلعبه بمنتهى الجديه يعني ما كانش مش واخد الطابع الودي الماتش كان فيه حماس وفيه قوه وفيه اندفاع هجومي وفيه ضغط وفيه يعني ماتش قوي فكان باين ان الاهلي مركز لعيبه الاهلي مركزه امبارح الفوز في كامبالا هيرجع الاهلي هيخرجه برضو من سلسله النتائج السلبيه اللي اثرت معنويا حتى على اللعيبه والجهاز الفني والجماهير لكن شايف مباراه سهله ولا صعبه؟ اخر صعب. كلام صعب بتاع ثلاثه برضو الجو حر لا مكتوبه عليها جدا طبعا بالتاكيد صعبه يعني المفروض ان دي الناس بقى بتقول لك ده حاجات ده كانوا بيتكلم عليها في الستينات في السبعينات لا موجوده لغايه دلوقتي الناس بتتاثر طبعا بدرجه الحراره والاخر والاجهاد والسفر والكلام ده كله يعني لكن في الاخر الاهلي قادر ان شاء الله طبعا 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 خبرات والاخر وجهاز فني على مستوى عالي ولعيب على مستوى عالي ايا كانت الغيابات الاهلي قادر ان هو يحقق الفوز في كامبالا يعني ان شاء الله باذن الله نورتنا وشرفتنا ربنا يخليك ربنا يخليك الوقت عدى معاك بسرعه ربنا يخليك حبيبي ربنا يخليك شكرا انا عمي. مش عارف يعني الحمد لله الحمد لله عدى على خير ده كان لقائي مع النجم الكبير الناقد الكبير الاستاذ شريف عبد القادر اتكلمنا
النهارده معاكم مع رضا شحاته وكابتن سمير عثمان والاستاذ شريف عبد القادر في كل ما يخص النادي الاهلي وكل استفساراتكم اللي حضراتكم بتسالوا عليها دايما. وما تقلقوش يعني ما تقلقوش، النادي الاهلي دايما بيقف بسرعه جدا. احنا قلقنا شويه من ماتشين، نادرا ما الاهلي بيخسر ماتشين ورا بعض، لكن الاهلي بيرجع بسرعه جدا ان شاء الله بفضل ادارته وبفضل جماهيره وبفضل لعيبته باذن الله والجهاز الفني كلنا ثقه فيه، وان شاء الله يحققوا نتيجه ايجابيه يوم الثلاث ان شاء الله الساعه 3. دعواتكم وادعوا من القلب ان شاء الله الاهلي يرجع ويرجع بسرعه جدا. دايما بتنوروني وبتشرفوني. تصبحوا على خير.